سيخلد اسم من عملوا في هذا المعجم إلى أبد الآبدين إلى أن تنتهي الدنيا. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات برنامج معجم البابطين لشعراء العربية في عصر الدول والإمارات، التي نبحر فيها معا بين الكلمات والسطور وقصائد الشعر الجميل. واخترنا لكم اليوم من بين صفحات المعجم الشاعر ابن الأستاذ. هو الشاعر كمال الدين أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن الأسدي الحلبي المعروف بابن الأستاذ. ولد سنة 1160 من الهجرة، وكانت وفاته سنة 62 من الهجرة. كان عالماً فاضلاً صاحب مكارم وأفضال، وشاعراً وأديباً. ولي القضاء بحلب في الدولتين الناصرية والظاهرية. ما وصلنا من شعره على قلته يعكس موهبة شعرية واضحة، وقدرة على الصياغة والتعبير، وتمكن من اللغة والمعنى. يقول الشاعر في الغزل: ضاع عمري في ليتني والعلي، والتمني في الحب جهد المقل. يا كثير صدودي أكثر عمري ضاع في الهجر، فارث لي على الأقل. ما شفيعي إليك غيرك فارحم، وإذا لم تكن لفقري فمن لي. أنا موسى هواك فارثي لحالي، وتصدق بوقفة للتجلي. ما أبالي متى أفوز بقرب منك، من صد أو تجود بوصلي. ما بقي في جميع قلبي ولبي من نصيب لغير من شت شملي. أنا أهواه وهو يهوى بعادي، آه من دله علي وذلي. وله في الغزل يقول: قلبي وطرفي في ديارهم، هذا يهيم بها وذا يهمي. رسم الهوى لما وقفت بها، للدمع أن يجري على الرسم. أعزائي، كانت هذه حلقتنا عن الشاعر ابن الأستاذ. انتظرونا في الحلقة القادمة لنبحر معا في رحلة جديدة بين الكلمات وشاعر جديد من شعراء معجم البابطين لشعراء العربية في عصر الدول والإمارات. تحياتي لكم وإلى اللقاء. هذا البرنامج برعاية مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية.